عادل اركن اركن وتعالى يا حسين بسرعة. عادل مين؟ مين؟ انا دينا. ايه ده دينا؟ ايه ده؟ ازيك يا عادل عامل ايه؟ ازيك يا دينا؟ ايه الصدفة اللي مش مقصودة دي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتعملي ايه هنا؟ انا بعمل ماجستير. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بقى متعود اجي هنا، انا على طول هنا بقاش هم قاعدين اصحابي وكده. بليز قول لابن عمك ان انا زعلانة منه جدا، ازاي ما كلمنيش كل ده؟ هو مجدي كده، هو مجدي طول عمره كده مش مستقر وما بيردش المكالمات وفي كل بلد شوية. طبعا عن اذنك يا عادل انا اتأخرت عن المحاضرة بتاعتي، باي باي. طبعا طبعا، انت عارفة يعني قليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قلة العمل به. ايه ده؟ ايه ايه قلتها غلط؟ دي الحكمة المفضلة عندي. لا حقيقي؟ والله واضح ان بيننا حاجات مشتركه كتير تقريبا. طيب بقول لك ايه، ايه رايك بعد ما تخلصي المحاضره والجامعه نخرج ناكل او حاجه؟ اوكي ما عنديش مشكله، اخلص واكلمك على طول. اوكي عادل معلش انا عندي سؤال. سوري معلش. لا ازاي، اتفضلي. هو انت موقف الياقه كده ليه؟ بس انا بقالها كتير قاعده فقلت اما اوقفها شويه. معلش سوري اتاخرت عن محاضرتي. وحشه ولا ايه؟ ناكل سوا. روح فين؟ روح فين؟ ساقية لا، سمك لا، لا أيوة. ألو مطعم انشراح؟ أيوة انشراح، أنا مجدي. بقولك إيه، ركزي معايا لو سمحتي. يا أهلا يا أهلا يا عادل بيه، هجسلك ترابيزتك يا عادل بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ أوفر صح؟ شكرا يا شافعي، شكرا شكرا. بصي الترابيزه دي بقى على طول بيحجزوها لي، دي ترابيزتي، تيجي نقعد عليها؟ يلا لا نقعد هنا. هنا اوكي ماشي، يلا اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل. ازيك يا شافعي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى اخبار اللحم المقلق ليه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي هات لنا يا سيدي منه، وعايزين كمان كنت حنسه، هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وفخيصنا. تمام شافعي مش كده؟ ما تنساش الصلاه. امين. معقوله انت على الجو بسرعه؟ انت عارف يا عادل دي اول مره اقابل حد في مصر بياكل لحمه مجلجل وحنيز. وانا كمان اول مره اخد بالي يعني او افتكر ان انت ممكن تكوني بتاكلي الاكل ده برضه. يظهر فعلا ان في بيننا حاجات كتير مشتركه. ايوه عادل بيه. ايوه يا سيدي اتفضل. شكرا. امرني بحاجه ثانيه يا عادل بيه. خلاص شكرا يا شافعي شكرا. اوكي رهيب رهيب رهيب. ممكن تديني حنيزايه بقى؟ عايزه حنيزايه؟ مني انا؟ طبعا حنيزايه حنيزايه ديك حنيزايه مزايا واحده. افتكرت معلش معلش خديها انت، اصل افتكرت في مهم قوي لازم اعملها. طيب سوري مش مهم التليفون دلوقتي. مش هاكل بايدي يعني مفيش مشكله. ايش حياتك؟ بس غريبه قوي برضو ان انت يعني بتاكلي كل الكميات دي وما تتخنيش. لا اصل انا فظيعه عندي هسس، اول ما بحس ان وزني ابتدى يزيد بلحق نفسي على طول. عشان كده اصل انا بتخن بالريحه. قيمتي ضعيفه بس واضح انها غدد حاجه. بس انا عندي حاجه مختلفه عنك شويه. ايه؟ اسمها اراده. سمعت عنها قبل كده؟ لا الحقيقه. دي زي إرادة أعمال أو كده؟ إيه؟ إيه؟ هزار كده وهزار؟ قلشت منك شوية دي عادي. واضح إن قريبك دمه أخف مني. قريبي مين؟ مجدي. مجدي بيموتني بالضحك، أنت مش فاهم مجدي بيعمل فيا إيه؟ حتى في الشاتنج ضحك 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 طول الوقت. في الشاتنج برضه؟ دمه خفيف قوي والله بجد. مجدي دمه خفيف؟ مجدي دمه لطيف؟ مجدي مش عارف زفت ايه؟ مش كفايه انها بتاكل حنيز ومستحملها؟ يا حرام. شفتي؟ يا جماعه يا جماعه ايه الحل؟ ازاي واحده تكره واحد هي معجبه بيه؟ دي ما شافتوش ولا مره. وانا شافتني كذا مره، مفيش مره كلمه حلوه. ما تردوا. ما ترد يا ام العريف. بص هما حاجتين، ان انت تبقى احسن منه وان انت تصدمها فيه. ولا ايه؟ مظبوط. مجدي انا زعلانه منك قوي، ما كنتش اتخيل انك تعاملني المعامله دي. المعامله الصعبه. المعامله الصعبه يعني من العمله الصعبه وكده، دي واضحه جدا.
ايه النفخ ده؟ ده اساس انها بالونه. لا 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 كده اوفر قوي. انت شارب حاجه يا مجدي؟ شارب ولحيه. على فكره الهزار ده رخم وغلس كمان. طب بقول لك ايه يا دينا، بما انه يعني هزار رخم وغلس وكده، انا حاسس ان انت من ساعه ما جيتي وانت فاضيه وشايف برضو ان عادل فاضي، ما تقعدوا تكلموا بعض بما ان انتوا الاثنين فاضيين. دينا معلش انا بجد مشغول ومش فاضي قوي يعني للتفاهه دي خالص، معلش اعذريني. طب باي باي بقى لحسن. بصي مشغول مشغول مشغول. باي باي دينا. باي باي. الو يا دينا. ايوه يا عادل، من فضلك قول لابن عمك ان انا مش عايز اعرفه تاني. ليه ليه خير؟ حصل ايه؟ ليه؟ انا مش مصدقه نفسي، ده كانه بني ادم تاني. طيب اهدي 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 شويه اهدي شويه، انا هكلمه لك. حاضر خلاص، انا هسامحه المره دي عشان خاطرك انت بس. معلش يا دينا، اصل هو كوكايين بيطلب قله ادب. الايه؟ كوكايين؟ انت عرفتي منين؟ مش انت لسه بتقول؟ ده انا اللي قلت دلوقتي. دينا ارجوكي ارجوكي اوعي تقولي له الحسن ده عصبي جدا عشان خاطري. ها ولا اقول لك؟ قولي له على فكره انا بخافش، قولي له يستاهل. هنعمل ايه؟ لا تقول لي ولا اقول له، انا اصلا مش عايز اعرفه تاني. اقفل اقفل دلوقتي، مش قادر اخد نفسي. الكوكايين قال ايه الحظ ده. الطموح، كل بنت نفسها تحس ان اللي بتحبه عنده مستقبل، انسان بيفكر لبكره، بيحاول يطور نفسه عشان يوصل لحاجه. خش. اتفضل يا فندم. شكرا شكرا. اهدى 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 حمادة السفروت، ازيك يا دي حمادة؟ تعالى مجدي متكوي. ايه الحلاوة دي؟ مالك يا تخنت كده وبقيت شبه دونجل بتاع مجلة نيكي. وانت والله شكلك برضه ما اتغيرش خالص يا حماده من ايام المدرسه. يخرب بيت عقلك. اسكت، ده انا محضر لك مفاجاه. بص يا حماده، كنت بقلب من كام يوم في الصور كده، لقيت الصور بتاعتنا بتاعت المدرسه. بص، فاكر ده كان في عيد ميلادك لما مامتك كانت ملبسك فستان وحاطه لك روج وحسنه في خدك. كفايه. ايه؟ عايز ايه يا مجدي؟ خلي بالك انا مشغول جدا. ها؟ انجز عشان ورايا ميتنجز كتير قوي النهارده. ميتنجز؟ ايه ده حماده؟ ايه؟ انت هتتكبر على اصحابك بتوع زمان ولا ايه؟ اصحابي بتوع زمان؟ ده انتوا كلكم عقدتوني وانا صغير. فاكر؟ فاكر لما كنت انا ضعيف وانتوا اقوياء كنتوا بتهروني ضرب. كنتوا مسميني حمادة السفروت. لكن شوف دلوقتي، شوف ربنا، شوف شوف ربنا عمل لي ايه؟ شوف انت جسمك عامل ازاي؟ وانا جسمي عامل ازاي؟ بص يالا، بص اوعى، بص بص تراي، بص يالا، بص دي، بص الناحية التانية، بص بص بص، انا هفرق، انا هعادك، بص يلا.